بصوا بس قبل ما تبهدلوني وتشتموني، هي قالت لي تعالي معايا وانا هعمل لك وهدفع لك، وانا استغلت الفرصة بصراحة. انت تعالي لهون، مالك شايفة انك صغيرة على عمليات التجميل؟ رح تشدي وتنفخي. شو انت؟ ابغى اشيل لغلوغي واضبط حواجبي وعد الخشم شوي لاني احس معوج. والله ما حدا المعوج غيرك. وانت مالك يا بو، ما انت ما تسيبيها هي حرة. انتوا متفقين؟ شو مصلحتك ست منمن؟ عزماني على فطر شفايف. انا بعرف الواحد بيعزم على غدا، على مشروب، بس حدا بيعزم على نفخ شفايف؟ جديدة هي. والله يا ميمي اذا تبغين تعدلين شي باقي معي مبلغ مو بطال. لا شكرا حياتي، انا كتير مبسوطة بحالي. بونجور صبايا. اهلا دكتور. اهلا وسهلا فيكم، نورتوا العيادة. بوجودك. انا دكتور شداد جلد بوتوكس، عندي خبرة 10 سنين بالنفخ و5 سنين بالشفط، ودكتورة بحاجب الشمال كمان. دكتورة في الحاجة بالشمال بس؟ طب ما كنت تعمل في الاثنين. حياتي ما تفهميني غلط، بس انا دايما بفضل مالة الشمال بكل عملياتي، وبخلي عمالة اليمين مساعدين تبعي هن بيزبطوكم ما تعطلوهم. هلأ خبروني شو جايين تعملوا عندي، شو عندكم، شد ولا نفخ؟ لغلوغي يا عم الشفاط. شداد مش شفاط لو سمحت، اللغلوغ هذا بيكون ابن عمي، يعني my brother from another mother. خليك منها يا دكتور، شوف أنا أبغاك تسوي لي نفس هذه الصورة بالضبط. والله ذوقك كتير حلو أنت. كيم كارداشيان ضاركة على تقيل كتير، بس هيدي كتير بتكلف. ولا تشيل هم يا دكتور، الرصيد مفتوح، بس شايف هذه البنت اللي هناك؟ إيه شو بها؟ أبغاك تحط لي بواقي البوتوكس بشفايفها عشان ما تكلف علي. تكرم عينك، من عيني هي قبل هي. يلا يا صبايا جاهزين؟ جاهزين. حبيبتي بس بدي اسالك، رفيقتي جوا بس فيك تشوفي لي تطمني لي عنها؟ اسمها مريم. انا مريم يا ميمي. رورو؟ وي وي وي، صرت من الكارداشيانز. كارداشيان شو؟ تضحك يا دافورة. ايش اللي يضحك؟ طالعة بتشبه امنا الغولة، كانت ماما تخوفنا فيها بالمناف. هذه الموضة يا جاهلة، أنا صرت حالياً أجمل نساء الكون. السلام عليكم. وعليكم السلام. أم الفيل مريم. ليك قاعد جنبك. إيه؟ أنت بتهزري؟ بجد؟ بقولك إيه، أنت على اليمين وأنا على الشمال، وتطير بينا بقى بجناحاتها دي. تتمسخري أجل، هذا وأنا مسوية فيكي خير. وبعدين تعالي هي، ليش حط الكمامة؟ علشان بس صوابعي ما تطبعش على وشي. لا لا شيلي الكمامة، بدي اخذ فكرة. الله يا لطيف، شو هاد؟ ليش هالقد نافخك؟ بس ليكي عن طرف شوي بده تحميص. اطراف هي كيكة يا حبيبتي، دي الموضة يا جهلة. يا ربي صرتوا كائنات فضائية، قوموا قوموا نروح قبل ما يعملنا ضفدع. نرجع زي ما كنا. هيدي انا عملت اللي طلبتوه مني، مش انتو جيتوا لعندي وقلتوا لي يا دكتور شداد فرجينا شطارتك وفنك؟ لو انتو اخذتوا رايي كنت عملتكم ملكية جمال. يعني انت تقدر ترجع كل حاجه زي الاول؟ اكيد، واحسن من اول بكتير، بس بديكم توثقوا فيي وتسلموني حالكم. والله مش مرتحت له. شو رايك كمان اعمل لك لقلك بوتوكس؟ تركك مني انا وروح اعمل معاييرك الجماليه عليهم، السحليه والبطه اللي قدامك، رجعهم بني ادمين. كرم عينك. هلا رح تشوفي خلاصه خبرتي وتجاربي الطبيه. عملت تعديلات كتير لحتى وصلت لهالنسبه من الجمال العالمي. طب يلا جيبهم فرجيني. كرم عينك. صبايا تفضلوا فوتوا. هاي
خليتهم يشبهوني، حاسه حالي عم اطلع بالمراية. حياتي اول ما فتت على العيادة لقيت فيكي كل مقاييس الجمال العالمية. انا؟ ايوه انتي، انا ضيعت تجميعة سنة كاملة عشان اصير اشبهك انتي. المهم دلوقتي خلونا نعلم نفسنا بحاجة عشان نعرف مين فينا مرح الاصلية. هيدا عشان تلحقوا الموضة مرة تانية. انا هلأ فهمت دعوة امي الصبح لما قالت لي الله يكتر من امثالك. يلا يا امثالي، ميمي واحد ميم اثنين وراي. والله العظيم انا من ساعة ما شفت شداد الجلد ده وانا قلبي اتقبض. اللي انا عملته في نفسي ده؟ معقول قد ايه بحبوا المظاهر؟ ليه بتكون تروحوا تغيروا خلقة الله، تغيروا شكلكم؟ نفخ وشفط وما بعرف شو. شو هالحكي؟ بالنسبة لدكتور التجميل ما حبيت الأشياء اللي سوالي هي، بس لو في فرصة ثانية إني أنا أرجع أروح أسوي، إيوه ممكن إني أنا أروح أسوي. لا، وهالدكتور اللي رايحين لعنده ساعة بقلك شفاط، ساعة بقلك نفاخ، ساعة بقلك مدري شو، مبين إنه ما بيعرف شيء. في الآخر بعد كل ده يخلينا إحنا الثلاثة شبه مرح؟